الشيخ مبارك ابن عبيد الله له قصة ومقام في أبو دياب شرق وشجرة صنط عتيقة يقال أن لها أكثر من 400 عام. تلك الشجرة التي لها تغيرات مناخية جعلتها بلا أوراق، بينما القرض الذين كانوا يستخدمونه انتهى للأبد. العم النقيب هيتحدث لنا عن شجرة الشيخ مبارك في أبو دياب شرق. يا عم النقيب مرحب بيك. مرحبا. يا مرحبا. مرحب. أنا عاوزك بس تكلمنا عن الشجرة، شجرة الصنط. هي ليها كم سنة؟ والله شجرة الصنط إحنا طلعنا يعني دلوقتي أنا لي 68 سنة طلعت لقيتها مزروعة، وأبوي وجدي برضو لقوها مزروعة، خلي بالك. إنما هي لها أكثر من 300 سنة أو 350 سنة. محدش عارف هل إنه الشيخ هو اللي زرع ده ولا ما؟ لا، دي ما حدش يتذكرها إنه مين زرعها بالضبط. طب هو الشيخ من حجازة؟ أيوة، الشيخ حجازي أساس، وكان ليه حجاز وحجازة أساسهم كانوا هنا في أبو دياب. تمام. أصلا تمام. طيب لسه المكان ليه طقوسه الشعبية؟ طبعا هو الناس الحجازيين اللي هم أهله وناس الشيخ بياجوا كل سنة للشيخ هنا، تياجوا ظروف ياخذوا يوم وياخذوا اثنين، وخلي بالك، وياجوا معاهم أسرهم، يعني أكل وشرب وكل حاجة للشيخ يقعدوا. لقرض الصنط استخدامات عديدة في الصعيد، فهو كان للصبغة كما كان لدواء للأطفال وخاصة جفاف الأطفال. يا عم النقيب، هو كانوا يستخدموا القرض في ايه؟ يعني هم كانوا يجي يجيبوه، كانوا ياخذوا القرض علشانك يستعملوا بيه، يستخدموه في دباغة الجلود، والجلود كانوا يعملوا منها القرب دي اللي عم يعملوا فيها الزبدة والسمنة والكلام من دي، وكان برضو يعملوا منه الحنة، وكانوا يعملوا منه الحب الأحبار اللي هي اللي كانت تستخدم في الكتاتيب برضو من القرض. أعلم إنه يعني تمت المحاولة إنهم يقطعوها أكثر من مرة ليلة، لكن تم الرفض. برضو حب علشان النفع بتاعها قل شوية من الضل والكلام دي، وحبوا يوقعوه، فجات حصلت مشاكل وراحوا رفضوا التوقيع بتاعه. والوقتنا هذا برضو احنا عم نحاول عايزين نوقعوها، كل اللي ياجي يقول هاجي وما يجيش تاني من طيب النجاج. طيب السبب إن هي بلا أوراق، دي تغيرات مناخية. تغيرات مناخية، عوامل تعري. طيب ليها كم سنة بهذا الحال؟ يطلع لها سنتين بس من ساعة ما غيرت جلده، جلدها تغير من سنتين بس، إنما كان فيها لها الجسم بتاعها ديت اللي هو الأصلي، ولكيتي سقط وعم تسقط وتسقط، وكان لها أوراق وكان لها فروع وكان لها قرض كثير، تعمل ضلة كثيرة فوق المقام بتاع الشيخ مبارك. فالقصة بتاعته جو كانوا عايزين يبعوها ويقطعوها، فجه واحد نجار اسمه القفلاطي من جيني، القفلاطي ركب فوق الصنطة علشانك ينزله، وقفت يده دراعه وقف، فالناس اللي تحت النقيب قالوا انزل، استأذن من الشيخ علشان خاطر يسمح لك انك توقعها، نزل
خادي الفاتحة، وبعد إذنك مولانا الشيخ إحنا ناخذ الشنطة بدون يعني اعتداء على المكان أو أي شيء. صعد المرة الثانية وقف ذراعه قال لا، الشنطة دي للشيخ تاني ما توقعش، تقعد زي ما هي. ومن تاريخه قعدت الشنطة لوقتنا هذه. زوار الأهالي يأتوا جنب الشجرة يعني؟ والله هي الشجرة ما لهاش طقوس معينة، إنما هي كانت زي مظلة للشيخ تتظلل تحتها الناس وتمامية في المية، وكان تحتها الزيار بتاعت المية. إنما لما أدركيتي نشفت وعوامل التعرية خلتها لا فيها خبط ولا فيها ورق ولا فيها أي شيء، بقيت دركيتي عايزين يعني نشلوها ونعملوا غيري. شكرا. تظل شجرة سنط الشيخ مبارك من أهم معالم المقام ومن أهم معالم قرية أبو دياب شرق بدشنا شمال قنا. كان معكم محمود الدسوقي في حلقات أخرى نلف القرى والنجوع بحثا عن تاريخ الأشجار.